بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول يوم رمضان بالنسبة طبعا لمصر والسعودية، دول كتير جدا النهاردة، حتى في روسيا أول يوم رمضان النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله ربنا يجعله شهر الخير والبركات، وإن شاء الله يبقى السنة الجاية وضعنا أحسن كدول عربية وإسلامية، وتنتهي الحرب في القطاع بانتصار الأسود إن شاء الله رب العالمين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بيقوله لا تتعدى الخطوط الحمراء. مش بس كده، مظاهرات حشيدة جدا في قلب ألمانيا تطالب بتوقيع معاهدة اتفاق أو سلام مع روسيا ومنع إرسال صواريخ توروس. برضو مش بس كده، رفع تمثال او وضع تمثال لبروجوجين واوتكن في العاصمة الروسية موسكو. تعالوا بينا نبدأ زي ما ظهر قدام حضرتك. دي لحظة اللي كان بيستناها السويد او بتستناها السويد بقالها هي سنتين، ساعة رفع علم السويد في حلف الناتو. لحظة رفع علم دولة السويد امام مقر الناتو في بروكسل عقب اعلان انضمامها للحلف. 200 سنة واخدة وضع المحايد، دلوقتي تخش؟ طب ليه؟ رئيس وزراء السويد: بانضمامنا الى الناتو، هكذا يقول، قطعنا تاريخ 200 عام من عدم الانحياز. طب انت استفدت ايه؟ ده اصلا ممكن حلف الناتو يتفكك كده اسبوع، شهر، اتنين، سنة، اتنين. انت جاي في اضعف لحظة، وفي اللحظة اللي هو هيتفكك فيها ورايح تنضم له. بلدنا ليس غريبا على الناتو، وقد شاركنا في تمارين الحلف منذ سنة 1994. ينضم الى الناتو، بص بيخططوا من سنة كام؟ 94، عشان يجروا السويد. ننضم الى الناتو لإيماننا بأهمية الدفاع المشترك، وجاهزون للقيام بدورنا في الحلف. هنا في سؤال، وقالوا إيلون ماسك، قال حلف الناتو تكون عشان حلف وارسو. طب ما حلف وارسو اصلا اتفكك، ده بولندا بقت معاكم نفسها، ليه بقى حلف الناتو لحد دلوقتي؟ نفس السؤال ده للسويد، انت راح تنضم له ليه؟ ما هم فين العدو؟ دوله واحده، محتاجين تبقوا 32 او 50 او 70 دوله عشان تقفوا قدامها. بلدنا سيكون اكثر امانا او امنا في الناتو، والحلف سيكون اقوى بوجودنا فيه. دولة بقالها 200 سنة محايدة، هتضيف للناتو ايه؟ الامين العام لحلف الناتو هو ده الهدف، الهدف السياسي فقط. انضمام السويد للناتو يظهر فشل بوتين في تحقيق اهداف حرب اوكرانيا، اللي هو ايه؟ منع تمدد حلف الناتو شرقا. فاحنا خدنا السويد اهو، فبالتالي لا، السويد حاجة واوكرانيا شيء تاني خالص، ده وضع وده وضع. طيب تعال نشوف اصلا حلف الناتو نفسه من الداخل، من الدول القوية فيه، لأكبر القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في أوروبا، زي ما ظهر قدام حضرتك. مش أول مرة المظاهرات دي، مظاهرات حشيدة في ألمانيا ضد الحكومة بتاعتها، وهتفوا السلام بدلا من إثارة الحرب، لا نحتاج إلى صواريخ توروس. احنا مش عايزين، مش محتاجين نبعت القصة دي لأوكرانيا ونشعل الحرب. تجمع سكان برلين اليوم في مظاهرة عند النصب التذكاري للجنود السوفيات الذين سقطوا احتجاجا، الناس تجمعت عشان احتجاجا على احتمال ارسال صواريخ توروس الى اوكرانيا. وجبت لك صحيفة بلد بتقول بوتين يستمع لكل شيء، والتسريب اللي كان قبل كده، والقيادات بتتكلم، وهنبعت صواريخ توروس و فهم بيقولوا لا، مش عايزين القصة دي. وكان العديد من المتظاهرين يحملون ملصقات عليها حمامة سلام، وكتب عليها اخرج من الناتو وسلام روسيا. كلام واضح، الناس عايزة تعيش في سلام، مش عايزين يكرروا. تعالى تاني زي ما ظهر قدام حضرتك، ده ايه؟ بوتين خلاص وقع الكلام اللي قلناه من شهر، اللي هو ايه؟ بوتين منع بريطانيا من انها تصطاد سمك في بحر بارنتس. وقع الرئيس بوتين على قانون لمنع البريطانيين من صيد السمك في بحر بارنتس، زي ما ظهر قدام حضرتك. ها، روحوا بقى اتجمعوا وخلوه يسمح لكم بالعافية، من سنة 56 وانتوا عمالين تصطادوا، وسامح لكم او روسيا سامحة لكم. بدأتوا تخنقوا على نفسكم وتضيقوا على نفسكم، عايزين تحبسوها في مياه الدافئة، تحبسوها عن المياه الدافئة، لا ده هي هتتوسع في المياه الدافئة وهتمنعكم منها كمان. نفس الكلام، بدأ فحص شامل للاستعداد القتالي والوحدات العسكرية في الجيش البيلاروسي، ده برضو
خطوات من خط بيلاروسيا ما كانتش طرف في الصراع قوي، وفي نفس الوقت ما كانش عندها أسلحة نووية، دلوقتي دخلت وبقت بقوة وبقت رأس الحربة كمان. ادي الخطورة بتاع توسع حلف الناتو في الشرق. رئيس الوزراء المجري بيقول لنا بقى قصة ترامب، او ماذا سيفعل ترامب فور انتخابه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية. قلت لك الغرب بيتكلم خلاص بمنتهى الوضوح، اعمل حسابكم ان ترامب اول ما هيجي او بعد ما هيجي في فترة هيبدأ ينسحب من حلف الناتو، هنبقى اضعف، فلازم نبدأ نشكل جيوش عندنا رئيس الوزراء المجري بعد ما قابل دونالد ترامب قال ايه؟ بيقول ترامب اذا اصبح رئيسا لن يمنح اموالا لاوكرانيا، وبدون الولايات المتحدة لن تتمكن اوروبا من تمويل الصراع، وبذلك ستنتهي الحرب في اوكرانيا. بس هيشيل الفيشة يا جماعة، امريكا بتحكم بايه؟ اتبع دولار بس خلاص. اتبع دولار ودي هنا واعمل هنا، وتشتري كل المنتجات اللي في العالم، كل شيء في العالم بتبعت الدولار، وقت ما اخبط دماغك في الحيط صدمة نيكسون، وهكذا شغالة على كده. بقول لك تريليونات تريليونات من الدولارات عليها ديون، فترامب عايز يخفض القصة دي شوية. كان امبارح البابا فرانسيس اتكلم وطالب اوكرانيا بالاستسلام، فبيرد عليه النهاردة من اوكرانيا الى البابا دي ديمتري كوليبا، بيقول علمنا ليس ابيض، العلم بتاعهم ليس ابيض، وزير الخارجية الاوكراني علمنا اصفر وازرق، هذا هو العلم الذي نعيش به ونموت وننتصر من اجله، لن نرفع ابدا اي اعلام اخرى، تمام، مش هنستسلم. هو محدش قال لك استسلم اللي هو سلم البلد، وحد قال لك الاربع مناطق دول خلص؟ طب بعد شويه انت ما انتش قادر، انت ما انتش قادر تكمل الحرب. بوتين بقى لماكرون، تعالى عشان ايه، فرنسا بتصعد تصعيد خطير جدا. بوتين لماكرون لا تتجاوز الخطوط الحمراء، لا تتجاوز الخطوط الحمراء. والكريملين طلع بيان، إشارة باريس المستمرة إلى قوات حلف شمال الأطلسي وإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا تتطلب اهتماما خاصا، هنحطها اون سبوت كده، هذا خط مباشر لتصعيد التوتر، خلاص ما عادش في بقى التفافات، احنا عارفين أصلا إن في خبراء من النيتو قتلنا ناس قبل كده واتنقلوا، وجبت لكم بالصور في الفيديوهات وعلى الخرائط، هما بيتنقلوا البولندا بس بشكل مباشر، فده خط مباشر لتصعيد التوتر. الاستخبارات الروسية لديها معلومات عن وجود مستشارين لحلف شمال الأطلسي على أراضي البلاد، ده معروف من أول يوم. تحدث البابا لصالح المفاوضات مع أوكرانيا، كما اعتبرها بوتين دائما المسار المفضل، لكن كييف تنفي بشدة إمكانية إجراء مثل هذا التفاهم. نبذل العديد من الدول او تبذل العديد من الدول الاوروبية قصارى جهدها للحكم على روسيا بالهزيمة، وهذا خطأ، وساحات القتال تشهد على ذلك. روسيا ليس لديها ما تقوله حول تعليق اوربان بشأن وقف تمويل القوات، اللي هو موضوع بولندا انها تنسحب من اتفاقية الدول الاوروبية التقليدية تمام. الرئيس الروسي بقى فلاديمير بوتين، كل الرؤساء وكله بيعمل كده، ترامب بقى السيسي بوتين كله بيعمل كده، بيلعب بايه؟ بيلعب وتر الدين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيقول ايه؟ روسيا الله حاميها، اسمعوا بنفسك كده، والمتاجرة الخفيفة دي كده بالدين، كله بيعمل كده، كله، اسمعوا بنفسك كده ونكمل بعدها. مارشال مينيخ который говорил так что Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. Вот. Но в первой части я согласен. Россия – страна, которая напрямую управляется Богом. Что касается второй части, то уже мой опыт работы в той должности, в которой я нахожусь сегодня, подсказывает, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту огромную территорию, благодаря их таланту, преданности своей. زي ما حضرتك سمعت، في نفس الوقت روسيا والصين وإيران تجري تدريبات عسكرية في خليج عمان. خلي بالك امريكا وحلف الناتو زي ما جبت لك دلوقتي ستولتنبرج فرحان قوي ان احنا قدرنا ناخد فنلندا والسويد، ماشي، انت خسرت ايه بقى؟ بريطانيا ما تقدرش تخش بحر بارنتس،
روسيا دخلت بقوة في الموضوع، الأسلحة النووية انتشرت في أماكن كتير زي بيلاروسيا، إن افتتح لك أو انفتح لك ملف في القطاع حرب جديدة، وهتبدأ روسيا تتوغل وخلاص موضوع الدفاع وإن أنا أبقى منكمش ده ما عادش نافع، فخلاص أبدأ أهاجم. بريطانيا بقى بتلعب في أرمينيا هي وفرنسا. وزير الدفاع البريطاني بيقول ايه؟ سوف نحمي أرمينيا من التهديدات الروسية اللي هي طلبت الانضمام للاتحاد الأوروبي، ونؤيد أو تؤيد لندن قرار تجميد عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي مستعدة لدعم يريفان اللي هي العاصمة. يعني السؤال، ما بتدعموش ليه زيلينسكي؟ الراجل ضحى صوته. لا، احنا عايزين أراجوز جديد، عايزين أراجوز جديد. يبقى المتوقع أرمينيا، والخطوة التانية مين؟ أو اللي بينافسها على المرتبة التانية بعد زيلينسكي مين؟ مولدوفا. برافو عليه. تعال نختم بقى ببروجوجين وأوتكن. الناس دي لها شعبية كبيرة جدا وحدش يقدر ينكرها في قلب روسيا، شعبية رهيبة خصوصا بعد العملية العسكرية في بخموت تحديدا والانتصار اللي حققوه في بخموت. فعشان كده اتعمل لهم ايه؟ ظهرت تماثيل تذكارية لمؤسسي فاغنر بروجوجين وأوتكن الذين ماتوا العام الماضي بتحطم طائرتهم الخاصة فوق موسكو، ودول طبعا الطائرة بتاعتهم اسقطت زي ما قلنا عشان حاولوا يعملوا انقلاب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبوتين مهما كنت عملت، مهما كانت لك ايادي بيضاء ولك نجاحات ولك انتصارات، مجرد ما خنت، لانه هو يا جماعة الضربة من القريب دي تبقى ضربة قاسمة. بقول لك ده كان فروستوف، بروكوشن كان فروستوف، الجيش الروسي كله على الحدود، وهو يعتبر عمل التفاف واختراق رهيب جدا، يعني كان قاب قوسين او ادنى للدخول العاصمة. فلا، الموضوع ده لا يغتفر. فعشان كده ايه؟ ترقد له كالعادة، ترقد له وبعدين اسقطت الطائرة وقتل. بس محدش يقدر ينكر ان الراجل ده ليه شعبية وليه نجاحات، وعشان كده اتعمل له التماثيل اللي ظهرة قدام حضرتك دي. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بس يا سيدي، شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.